أهلا بكم في نبأ اليوم. فتحت وزارة الدفاع الفرنسية تحقيقا داخليا على خلفية إفشاء أسرار عسكرية لصحيفة لوموند تتعلق بإرسال قوات خاصة فرنسية لدعم حفتر. الصحيفة قالت لوموند الفرنسية نقلا عن مسؤول فرنسي رفيع المستوى بوزارة الدفاع أن قوات فرنسية خاصة بدأت العمل فعليا شرق ليبيا. وأوضحت الصحيفة أن مخطط الرئيس الفرنسي في ليبيا يكمن في تنفيذ عمليات غير معلنة والتي بدأت فعليا شرق البلاد منذ منتصف فبراير الحالي. سنبحث في الجزء الثاني من برنامجنا عن دوافع فرنسا وراء هذا التدخل. أما في الجزء الأول فقد أفاد رئيس المجلس العسكري صبراطة طاهر الغرابلي باستشهاد 17 شخصا من ثوار المدينة في اشتباكات أمس مع مجموعات التنظيم التي التفت على الثوار أو التفت عليهم واستغلت الفراغ الأمني. كما قال أيضا الغرابلي بأن هذه القوات دخلت المدينة. سنتساءل عن الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار سيناريو سرت. نتابع التقرير التالي ومن ثم نبدأ الحوار. حداد وأسة هو العنوان الأبرز الذي بات يتصدر مشهد المدن الليبية واحدة تلو الأخرى. المجموعات المنتسبة لتنظيم الدولة تظهر مجددا، ولكن هذه المرة ليس من نوافذ سرت أو درنة أو حتى زليتن، بل من نافذة المدينة الساحلية صبراتة. ومع اختلاف أماكن وزمن الظهور لكن النتيجة لم تختلف كثيرا، فخلف الظهور العلني الذي بدا مفاجئا للبعض ومتوقعا لآخرين أكثر من 17 شهيدا كما يقول رئيس المجلس العسكري للمدينة الطاهر الغرابلي. قضى 12 منهم أثناء الاشتباك مع عناصر منتسبة لتنظيم الدولة حول مديرية أمن المدينة والتي انسحبت منها مجموعات التنظيم فيما بعد. الغرابلي أوضح أن مجموعات التنظيم استغلت الفراغ الأمني وسط المدينة بعد أن قامت سرايا الثوار بحملات مداهمة في ضواحي صبراتة، ما حث التنظيم إلى دخول وسط المدينة. ظهور مجموعات منتسبة للتنظيم بدا جليا كما يرى مراقبون بعد القصف الجوي الأمريكي على مواقع تابعة له في صبراتة، كما تقول البنتاغون أسفر عن سقوط 41 شخصا جلهم من جنسيات غير ليبية. وبالرغم من سقوط هذا العدد من جنسيات غير ليبية، غير أن شيئا لم يكن في الحسبان كما يبدو حال دون تمكن من ردع هذه المجموعات والتي تمكنت من الوصول إلى وسط المدينة واقتحام مديرية أمنها وقتل 12 عنصرا من أفرادها فيما بعد، لينهال وابل من الأسئلة حول الجهات المسؤولة عن الأحداث الأخيرة وانتشار التنظيم بهذا الشكل وسط المدينة، رغم نفي بلدي المدينة السابق بعدم وجود أي مقر أو معسكرات لخلايا التنظيم داخل المدينة. وما هي الإجراءات الأمنية الكفيلة بتفادي وقوع مجازر أخرى والحد من انتشار التنظيم؟ وإن صح التعبير تفادي تكرار سيناريو سرت، ولكن هذه المرة على مسافة لا تبعد الكثير عن العاصمة. وللحديث عن هذا المحور ينضم إلينا هنا في الاستوديو الكاتب والصحفي السيد فتحي الفاضلي، عفوا الكاتب والباحث، وكذلك السيد محسن الزويك آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية. أهلا بكما. وإذا بدأنا مع السيد محسن الزويك، سيد محسن، يعني ما الإجراءات التي تعتقدون أنها مناسبة لحفظ أمن صبراتة ومنع تكرار سيناريو سرت فيها؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة يقتل الموضة الأمور متشعبة، يعني في عدة إجراءات يجب القيام بها من نعم. ناحية الحكومة الإنقاذ، ومن ناحية الكتائب الجيش الليبي التابع رأس السركان وقوات سرايا الثوار كذلك المنطوية تحت السركان، وبالاخص منطقة صبراتة، الناس اللي موجودين في صبراتة والكتائب الموجودين في صبراتة يجب ان تقوم فعال بعمل فعال في الموضوع هذا. اما بالنسبة للمناطق المجاورة احنا مش حنقصر ان شاء الله في دعم هذه الاجراءات. نعم. والموضوع عليه عدة امور بعدين كنا صار لدينا فرصة للحديث ان نذكر بعضها يعني. نعم بإمكانك ذكر نعم. ذكر بعضها، نريد معرفة أكثر معلومات. لأن المسألة رأي المسألة مش مسألة عسكرية فقط، المسألة مسألة فكرية وعسكرية وجهد استخباراتي كبير حيكون، ومواضيع ثانية
خصوص المدينة وتركيبتها السكانية والقبلية، رأي الأمور متشابهة جدا، فما هيش بالبساطة اللي نعتقدها. هل تقول بأن هناك حاضنة اجتماعية مثلا؟ لا مش حاضنة اجتماعية، لكن احنا عندنا معروفين الحقيقة الشعب الليبي والبرنامج القبلي وبرنامج الحماية والتغطية، وحتى على مستوى ما نحكي على مستوى تنظيم، أنا نحكي حتى على مستوى الأفراد والأشخاص الأدوات الإجرامية، فهي نوع من التغطية الحقيقة. نعم. لكن احنا هذا مجهود لازم يكون في مجتمع متوافق فيه الجميع، يعني لازم الجميع يقوم دوره في مكافحة الظاهرة هذه. طيب جهة معينة بس فقط. طيب على ذكر هذه الحاضنة، إذا انتقلنا إليك سيد فتحي الفاضل، يعني أهمية العمل الاجتماعي في رفع الغطاء وطرد ومواجهة التنظيم من قبل يعني أهل المدينة نفسهم كما حصل مثلا في درنا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر قناة النبأ على هذه الفرصة الطيبة، وأحييك السيد أميس وأحيي ضيفك الكريم ومشاهدي الكرام. حقيقة دعيني قبل ذلك أن أقول هذا يجب أن يسمي نفسه تدمير الدولة وليس تنظيم الدولة. يا أخي هؤلاء أعمالهم أسوأ من الطغاة، يفترض أنهم يحاربوا الطغاة ليؤسسوا دولة إسلامية، وهم أعمالهم هم قتلة، يعني لا يعرفون شيء إلا القتل والتدمير، يعني هم أسوأ مما يسوي فيه حفتر. هم أولا يقومون بنفس ما يقوم به حفتر وفرنسا وجيش القبائل والطغاة، نفس الشيء والسيسي قتل وتدمير. هم يستقون يعني على أبناء بلدهم بالأجانب، يعني ما هي العبرة في نعم ذلك؟ السيد الكريم، يفترض أن الإسلام رسالة عالمية وتجمع العالم وما إليه، والآن ذكرتني بقضية، هناك بعض الناس يعني يطعنوا وينقضوا في الإخوان مثلا أو حركات إسلامية أخرى غير الإخوان ليل نهار 24 ساعة، عمرك ما تسمع لهم كلمة ضد هذا التنظيم. أستغرب أيضا يعني أن هناك تواطؤ على الأقل معنوي، هناك تواطؤ حتى من الناس الطيبة الوطنية من حركات إسلامية أخرى، وطنيين طيبين، لكن عندهم تواطؤ معنوي، تواطؤ ثقافي، يعني تريهم ينظروا على سبيل المثال كما ذكرت لك لبعض الحركات الإسلامية وكانهم الشيطان ولا لا، بينما لا يتحدثوا عن هذا القتل أيضا، هذا تدمير الدولة هذا نفسه، يعني هذا الذبح والقتل في عباد الله. أنت إذا كانك مسلمة يقتلوك لأنك مرتدة، إذا كانك مش مسلمة يقتلوك لأنك مش مسلمة، إذا كانك ملحدة يقتلوك لأنك ملحدة. يا أخي ما هذا؟ هي بالتأكيد أداة مخترقة شيئا ما سر. ولذلك بالنسبة للحاضنة الاجتماعية، لنأخذ مثلا مثال، في درنا نجح إلى حد ما من التخفيف حتى الآن والصمود أمام هذا التدمير، هذه الجريمة، هذه الأداة القمع والقتل والدمار، أعوذ بالله. وأيضا الآتي، أولا التوجيه والإصلاح، محاولة التوجيه والإصلاح، إذا كانوا ناس من الليبيين من أبنائهم من أبناء هذه القبائل في صبراتة أو في درنة أو في بنغازي، يحاولوا أن يوجهوهم أن يصلحوهم، لم ينفع الإصلاح يرفع الغطاء عنهم الحماية. الخطوة الثالثة مقاتلتهم، لأنهم هؤلاء نحن جميعا ضحايا لهؤلاء الناس، كما ذكرت الوطن ضحية، نحن كأفراد ضحية، مؤسسات الدولة ضحية، هذه آلة قمع وقتل لا تختلف عندي من اللي يدير فيهم عمر وحفتر وهتلر والسيسي كما يفعلها. وهو لذلك سيأتي عقبتها علينا جميعا. النقطة الأخرى أستاذ ميس بعد إذنك في ثواني، طالما أن أغلبية هؤلاء الناس أجانب مش ليبيين، يعني على الأقل كتلة كثيرة جدا، أنا إنسان تغربت وذقت مرارة الغربة، وهناك مئات الآلاف من غير الليبيين يأتوا لليبيا للأكل العيش والرزق وهم شرفاء، ولا أكره أن أقول هذا، لكن الله غالب، لا بد من إخراج جميع غير الليبيين إلا الذين لهم وضعوا عقدوا عقود أو عمل أو ناس متعارف، أو على الأقل المراقبة أو على الأقل التمشيط أو المساءلة أو التحقيق. طيب كل نحن ردود فعل، كل ما وقف تونسي فجر، مصري فجر، سوداني فجر. طيب يا أخي سأعود إليك في نفس الجانب، ولكن دعني أنتقل الآن لهذا الاتصال، والسيد طاهر الغرابلي رئيس المجلس العسكري صبراتة. سيد طاهر الغرابلي، يعني ما هي الإجراءات التي ترونها مناسبة لكي لا يتكرر سيناريو سرت في صبراتة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. لكي لا يتكرر سيناريو سرت في مصراتة في سرت إن شاء الله في صبراتة، طبعا علينا أن نتكاتف الجهود، المنطقة كلها عليها أن تتكاتف جهودها. المشكلة ليست مشكلة صبراتة وحدها، ثوار صبراتة قادرين، ولكن تكاتف الجهود يحل المشكلة بصورة عامة وبشكل سريع.
طبعا هي يجب ان تخلص لله وللتخلص من هذا التنظيم الفاسد باذن الله. نعم. طيب يعني سيد طارق ربري، لربما هناك شيء غريب، يعني مثل هذه التنظيمات لا تتواجد في منطقة بين ليلة وضحاها، أين تقاريركم أنتم كمجلس عسكري عن تواجد هذه المجموعات في المدينة؟ طبعا التقارير موجودة، يعني أكيد تقارير شكل هذه لا تظهر إلى الإعلام، ولكن تقارير موجودة. يعني نحن نتابع هذه التنظيمات من بداية 2012 عندما بدأت الثورة السورية، وكان يقدم الدعم للثورة السورية من خلال هؤلاء. يعني الكل يريد أن يشارك في سوريا، والكل يريد أن ينصر الثورة السورية، فتعاطفت الشعوب العربية كلها بصفة عامة، والشعب الليبي كان متعاطف مع الثوار في سوريا، وكانوا يقدمون لهم الدعم. كان موجودين بعض الأخوة التوانسة في صبراتة وفي جميع المناطق بالمنطقة الغربية بصفة عامة. هناك يعني من تعاطف معهم، وهناك من حمل هذا الفكر، وبدوا يعني يتعايشون في المنطقة. للأسف يعني لم يظهر هذا التنظيم إلا في الفترة الأخيرة على شكل عدائي، يعني مواطنين موجودين في صبراتة. المظهر العام للمدينة في صبراتة كله مظهر مدني، يعني شرطة موجودة وجيش موجود، إلى أن اكتشفنا يعني من خلال الأمن المركزي في صبراتة اكتشفنا أن هناك يعني بعض الأخوة الموجودين يحملون سلاح ويحملون يعني متفجرات. ومن هذا العمل يعني بدأنا العمل على هذا التنظيم، وكل يوم نكتشف خلايا جديدة. نعم. يعني هل تم رسم خطة مثلا أو إجراء تنسيق بين قوات الثوار من أجل منع تكرار ما حدث بصبراتة؟ يعني الكل بإذن الله ستتكاتف الجهود لعدم تكرار هذا الفعل، ونحن نشتغل يعني من فترة يعني نشتغل على هؤلاء الموجودين في صبراتة. قتلنا منهم من قتل، ورحلنا منهم من رحلنا. نشتغل بجهودنا والحمد لله. يعني بالأمس كانت مداهمة لوكر من أوكارهم، والحمد لله يعني قتلنا منهم حدود العشرة. يعني سيد طارق غربي، هذا نعم يعني كلامك بشكل عام، ولكن لا يعني بأن هناك وجود تنسيق ما بين قوات الثوار أو القوات التابعة لرئاسة أركان المؤتمر. يعني هي القوات الموجودة في صبراتة كلها يعني الأغلبية يعني تشتغل على هذا الموضوع، ونحن نتابع بصفة عامة يعني الشغل. نعم. طيب يعني سيد محسن الزويك، يعني كيف يتم التنسيق بين الكتائب؟ لا، بالنسبة للتنسيق الأمور ماهيش معقدة بدرجة كبيرة، لأن عندنا غرف عمليات منتشرة في المنطقة الغربية، سواء الغرف الرئيسية والغرف الفرعية، وإحنا إن شاء الله على تواصل مستمر في الموضوع هذا. نعم. بس المسألة رأى لها عدة أبعاد زي ما قلنا في البداية. نعم. المجهود مش احنا نقعدوا في فعل ورد فعل فعل ورد فعل، المفروض في متابعه استخباراتيه ومتابعه امنيه حتى لموضوع الاجانب وحصرهم والاجهزه الثانيه المعنيه بالخصوص. ومنحرف طيب يعني انت تتكلم بانه لابد من المتابعه، وانت يعني حضرتك امر غرفه العمليات المنطقه الغربيه، هل ليس لديك هذه المعلومات؟ بمن تطالب بأن يكون لديه هذه المعلومات إذا كنت أنت الآمر وهي ليست لديك؟ لا، ما هو أنا كإجراء عسكري، أنا عندي المعلومات اللي تخصني كعسكري كإجراء
كاستخدام قوة والأمور هذه، لكن فيه لازم فيه تمهيد الموضوع هذا من خلال من جهد استخباراتي، من اللي يدخل اللي يخرج، اللي التجمعات التحركات المشبوهة. في الأمور هذه يعني، وفي لازم تكون حتى الحكومة في الصورة. هل يعني ذلك بأنه ليس هناك تنسيق بينكم وبين المجلس العسكري متمثل فيها السيد الطاهر الغرابلي، بما أنه قال بأنه هناك معلومات وافية عن وجود التنظيم داخل المدينة، وهذه المعلومات لدينا ولم نقدمها للإعلام؟ لا، مش ما عندناش عندنا، لكن بشكل مبسط يعني، مش بشكل تفصيلي، لأن المنطقة تحت إشراف غرفة عمليات صبراتة بأخونا العقيد الطاهر الغرابلي، وعرفنا ونعرفه ومتواصلين، لكن فيه مواضيع توصل فينا، في مواضيع يحتفظ فيها كمنطقه يعني كامور سريه خاصه بهم. لكن احنا مثل تو احنا المنطقه الغربيه تو الزاويه، احنا عندنا متابعات لبعض الاماكن كذا، نشوفوا بعض الاجانب بعض الزوايا بعض كذا، وكلها في المتابعه، الى ان الانسان هذه راهو الموضوع كبير جدا، ولان في تدخلات خارجيه ومن وقف وراهم من اجهزه استخبارات من كذا كذا كذا، المواضيع مشايكه راهو مش بالبساطه اللي نتعقد. نعم. طيب يعني سيد فتح الفضل، يعني ما الدور المطلوب الآن من أهالي صبراتة لمواجهة هذه المجموعات والوقوف مثلا بوجهها؟ إذا كان مثلا أمر الغرفة غرفة العمليات بالمنطقة الغربية قال لك بأننا ينقصنا الدعم الاستخباراتي، سيد طاهر الغرابلي يقول بأن لديهم معلومات وليس لديهم إمكانيات، فما هو الدور الذي يقع الآن على كاهل المدينة؟ نعم، هو التنسيق بين الاثنين هذو، واحد عنده معلومات وواحد عنده أسلحة، يبدأ أن ينسقوا يعني، لابد أيضا الثوار كلهم يخشوا تحت جسم ما استخباراتي وأمني وقتالي وهني. المدينة سيدتي الكريمة، المدينة كما ذكرت لك يعني محاولة الإصلاح والجذب والتغيير، اثنين رفع الحماية، ثلاثة القتال، إذا كان لأن لابد أن تدرك كل مدينة وكل إنسان أن هذا نكبة على الوطن، هذا التنظيم نكبة على الوطن، هو ليس تنظيم مرة أخرى، هو تدمير يا أخي. لابد من حملة توعية ضخمة جدا في الإعلام، في الشيوخ، في المساجد، في الإعلام، على الأقل كلمة واحدة تقنعني أنا كمواطن، لماذا لا تمشوا تقاتلوا الصهيونية يا أخي؟ قتلوا في أخوتنا في فلسطين وذبحوا فيهم ودنسوا في المسجد الأقصى، عمرنا ما شفناكم شهدوا قتلتوا واحد، ذبحوا في عباد الله شرطي ورجل عامل وموظفه بأي اسم بأي دين. وقلت لك أسوأ من الطغاة، لماذا؟ أسوأ من الطغاة، عمل هؤلاء الناس أسوأ من الطغاة، لماذا؟ لأنهم يفعلون ذلك باسم رسالة الرحمة، رسالة الإسلام. ما تديرش الطاغية يقتل ويدمر وفاش ودموي ويعرف أنه هو أصلا ضد الإسلام والمسلمين، لا يعني أنه يقوم بما يفعله من جرائم ضد المسلمين. عدوا الإسرائيلي يا أخي، حلوا عن سبيلنا، نحن أصلا مشكلتنا مشكلة البلد يعني خاشة في بعضها، وأزمة وتفاقم وما إليه، وأنتوا أيضا تزيدوا في النكبة نكبة والكارثة تخلوها كارثة. الأخطر من كل هذا، من الذي يحارب في هذا التدمير، تدمير الدولة، هذا التنظيم؟ من؟ الثوار فقط، في درنة، في السرد، في صبراتها. أين حفتر؟ أين القوى الأخرى؟ ماذا يعني هذا؟ يعني ملهاة واستنزاف للقوة الثوار الوطنية. ويخطي أنا أي إنسان يريد أن يحارب ثورة 17 فبراير وقيمها وبديها وبناء دولة جديدة، يدعم هؤلاء المجانين المهبل هذم اللي ذبحوا في عباد الله باسم الإسلام وباسم راية الخلافة، عمرنا ما شفناها نحن يعني. لا أتكلم من عدم قاعدة، أنا لست بعالم، لكنني أيضا من المطلعين من الكتاب، ودرسنا 15 سنة درسوا في تربية إسلامية، لا ننطلق من هواء يعني، لم نرى في حياتنا في التاريخ الإسلامي كل إلا حشاشين والإسماعيلية اللي ذبحوا في الناس، هذا تنظيم مجنون. أما أنه يصطاد في مساكين، ناس مساكين يعني فارغين، ويعبيهم بأفكار. الشيء الآخر أستاذتي الكريمة، طيب يعني إن كان هناك دور الحاضنة الاجتماعية في ذلك. نعم. يعني في درنا نعلم بأنه تم طردهم من قبل الأهالي من داخل المدينة، ولكن يصل الدعم إليهم ومن تموين وأسلحة عبر طريق لربما معروف لمن هم في داخل المدينة وكذلك في خارج المدينة، ويجد حاضنة اجتماعية هناك للمرور دون إبداء حتى اعتراض من قبل الأهالي في تلك المناطق. أيضا هناك في صبراتة إذا لم يجد حاضنة اجتماعية لم يتطور هذا التنظيم نقول هناك، كيف يتم صدهم أو طردهم من قبل الأهالي؟ سيدتي الكريمة، لابد أن يدرك الأهالي خطر هذا التنظيم على الجميع، لابد أن يدركوا هذا. كيف يدركوا؟ من خلال التعليم، المدارس، ودي يوميا المساجد، الإعلام، الصحف، القنوات،
لابد أن يدركوا حقيقة. أنا ضد القتل وضد السحق والمحق، يعني أنا من أنصار أن يؤسر هؤلاء الناس ويصبروا أغوار هذا التنظيم وأهدافه وكيف تكون وكيف نشأ، ويقنعوا هالشباب بأن ما يقومون به ضد بلادهم وضد الإسلام في الأصل. يعني هذه هي الخطوات الأولى، إعلامية ثقافية تثقيفية، رفع غطاء، رفع حماية. أيضا اللي في درنا، ربما بعض الناس من عاطفة أنهم أبنائنا على سبيل المثال يخلوا في الأغذية تمر، لكن هناك جزء أخطر، هناك من يريد أن يدعم هذا التنظيم لأنه يستنزف الثوار الذين يريدوا أن يبنوا ليبيا جديدة للأسف الشديد. كيف الأهالي يضع أيديهم مع أيدي قوة مثلا على سبيل المثال تدمر الوطن كحفتر في 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 دعمهم لهذا التنظيم؟ واحد دع لكل لم يعد هدف يختلف، لكنهم يدعمون التنظيم. نعم، انتهينا من هذا المحور. إذن شكرا لكم ضيوفنا الكرام، وكان من المفترض أن يكون معنا بعد التنسيق مع سيد صلاح بوما الناطق باسم وزارة الداخلية للتوضيح أكثر، ولكنه في آخر لحظة رفض الدخول معنا. شكرا جزيلا لكم، وانتظرونا مشاهدينا لنقاش في المحور الثاني. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. فتحت وزارة الدفاع الفرنسية تحقيقا داخليا على خلفية إفشاء أسرار عسكرية لصحيفة لوموند تتعلق بإرسال قوات خاصة فرنسية لدعم حفتر. فقد قالت صحيفة لوموند الفرنسية نقلا عن مسؤول فرنسي رفيع المستوى بوزارة الدفاع إن قوات فرنسية خاصة بدأت العمل فعليا شرق ليبيا. وأوضحت الصحيفة أن مخطط الرئيس الفرنسي في ليبيا يكمن في تنفيذ عمليات غير معلنة والتي بدأت فعليا شرق البلاد منذ منتصف فبراير الحالي. سنبحث في هذا الجزء من برنامجنا عن دوافع فرنسا وراء هذا التدخل، ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من تونس السيد غازي معلا وكذلك السيد فتحي الفاضلي من استديوهاتنا. سيد فتحي الفاضلي، يعني ما هي غايات فرنسا وراء دعم حفتر بهذا الشكل الفاضح لربما، وخاصة أن مجلس الأمن يحظر أي دولة من دعم أي طرف من أطراف النزاع في ليبيا بالسلاح؟ هو أستاذي الكريم للأسف الشديد لا مجلس الأمن ولا هيئة ولا بعثة الأمم المتحدة ولا هيئة المتحدة تحترم مواثيقها وبنودها، هناك عندهم أجندات. نعم. أصبحت أداة في يد قوة كبرى لأغراض اقتصادية وسياسية وما إليه. هذا ما اتضح عمليا من تجربة ليبيا مع بعثة الأمم المتحدة، هم أنفسهم لا يحترموا بنودهم وقوانينهم ومواثيقهم، وبدل المثل 15 مثل مستعد ولكنه ليس الوقت هذا. يبدو لي أن فرنسا أدركت أن ربما يتم إعطاء الثقة للحكومة في طبرق، وأحد بنود هذه الحكومة دولة موحدة، ليبيا دولة موحدة، وهذا ليس في صالح فرنسا لأن فرنسا تبحث عن التقسيم. أيضا بعد الانتصارات الأخيرة ودحر حفتر من الثوار في بنغازي ماشي، فكان يجب أن يقدم إليه الدعم حتى يفشل على الأقل، لأن انتصار حفتر يعني فشل الحكومة القادمة، وبالتالي احتمالية التقسيم تظل فكرة واردة وحية إلى حد ما في صالح فرنسا. نعم. تريد أن، لكنها ليست المرة الأولى التي تدعم فيها فرنسا. جزاك الله خيرا. نعم. هي ليست الأولى، بل استغرب أن وزير الدفاع يقول فتح تحقيق في التسرب. شنو هالمعلومات السرية هذه؟ ستكتشف يومنا. هو يكذب، بل هو يريد أن يتظاهر بأن العملية سرية لمساعدات معنوية. نعم. لا، ربما سابقا لم تكن بشكل فاضح. نعم. يعني كانت، نعم كانت تسريب لمصر ومن مصر إلى ليبيا، هذا ما حدث سابقا لربما في السنة الماضية، لكن هذه المرة هو بشكل فاضح وعلني، يعني وجود قوات على الأرض، كيف تصف ذلك؟ وجود القوات على هذه الأرض أستاذي الكريم كما ذكرت لك دعم حفتر حتى لا يسقط حفتر ولا تنجح قضية الحكومة في البرلمان، وفكرة التقسيم تنتهي وتتلاشى. الذي أريد أن أقوله أن أيضا بس مصر حتى في الجنوب كانت طائرات فرنسية تهبط بالأسلحة وتأتي بالتبو، تبو غير الليبيين للأسف الشديد، تبو غير الليبيين ويقاتلوا في بنغازي، والترويج يعني كذلك بأن بوكو حرام موجودة. نعم. يعني كانت هناك مدة ترويج عبر الوسائل الإعلام الغربية بأن هناك بوكو حرام متواجدة في الجنوب. نعم. حتى بعض أعضاء البرلمان صرحوا بذلك بأن بوكو حرام وكذلك داعش موجودة في الجنوب. فزعت الهنية. نعم. وانتهت مرة واحدة لم يعد أحد يذكرها. نعم. الآن انتقل الدعم إلى حفتر لربما. نعم. في شرق ليبيا وتحديدا في مدينة بنغازي. نعم. يعني ما هي الدوافع تحديدا لفرنسا
لكل ما تقوم به لإحداث مثلا اضطرابات داخل ليبيا؟ لإحداث اضطراب سيدتي الكريمة، حتى كما ذكرت لك فكرة إحياء فكرة التقسيم تصبح واردة وقائمة. نعم. لأن حكومة السراج يفترض إذا أعطيت الثقة، إحدى البنود الرئيسية لهذه الحكومة ولهذه المسودة أن ليبيا واحدة، دولة واحدة لا تقبل التقسيم، وهذا ليس في صالح فرنسا. أنا لا أريد أن يعطي البرلمان الثقة لحكومة السراج، لكن لأهداف أخرى، لتجنب وطني قضية الملف الأمني ومن يحميها وأين تذهب وتدخل وما إلى، لعلها تخششنا في بعضنا أكثر من نحن الردي خشين في بعضنا وقتال ودم. أتمناهم ألا يوافقوا عليه من هذا الباب فقط، من باب ألا. طيب، ولكن ذلك يتعارض مع ما يحاول نشره حفتر بشكل أو بآخر بأنه هو أيضا لا يريد تقسيم البلاد ويريدها بأن تكون وحدة واحدة. حفتر سيدتي الكريمة أداة حفتر مهما صرح هو تصريح من السيسي، يعني عملية الكرامة عملية استخباراتية مصرية، يعني بدل إثبات عندنا ألف إثبات، فهو يتحرك من السياسة المصرية، ومصر من صلاح التقسيم. من الأسهل ابتلاع برقة لمصر، من الأسهل، وهي تطالب ببرقة من الأربعينات من الخمسينات، من بعد جهات طلبت الوصاية وحاولت عرقلت حتى بناء استقلال ليبيا أصلا، حتى فيدرالية لا تريدها مصر، تريد برقة لها لأسباب اقتصادية وسياسية، ولذلك بكل ثقلها تدعم في نظام عسكري، سواء حفتر أو معمر أو جروشي، الشخص نفسه شخص يكون تابع، ليس ثابت لكنه تابع تابع النظام، عسكري دموي فاشي على غرار النظام في مصر، تستطيع أن تجعله أداة في أيديها طيعة وتقسم برقها. تحلم، وأعلنوا علنا مثقفيهم ونخبويهم وإعلاميهم وسياسيين في مصر، يعني بكل سامحين يعذرين لي هذه الكلمة، بكل وقاحة يعلنوا أن جزء من ليبيا لهم وما إليه، ويعلن حفت المصادفة أن مهما دارت مصر حتى لو مش بصالح ليبيا أنا معها. ففي هو أداة سيدتي الكريمة. صحيح حفتر رجل دموي متعشر متعطش للسلطة، رجل مريض نرجسي فاشل عسكريا، كلنا نعرف هذا، لكن المشكلة مش في حفتر فقط، المشكلة في الفكرة. طيب. وفي كونه أداء لدولة أخرى. نعم. طيب، إذا انتقلنا إلى السيد غازي معلا. سيد غازي معلا، بداية مرحبا بك. نعم سيد غازي معلا، هل تسمعونا؟ نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال. بالعودة إليك من جديد سيد فتحي الفضلي حتى يجهز لنا اتصال مع سيد غازي معلا. يعني وزارة الدفاع الفرنسية طلبت بفتح تحقيق في صحيفة لوموند، ليس لإنكار مثلا إرسال القوات فعليا، ولكن لاستنكارها لماذا تسرب هذه المعلومات السرية عبر الصحف. يعني لماذا تخاف فرنسا من ذلك؟ إذا كانت الإمارات تدعم علنا قوات حفتر، ومصر كذلك تقول بأنها تدعم علنا قوات حفتر، هل لأنها في الاتحاد الأوروبي ولا تريد تشويه مثلا صورتها بأنها تخترق قواعد أو قوانين مجلس الأمن؟ نعم، هي الآن طرف، فرنسا خصم، يعني يفترض كما ذكرتي الاتحاد الأوروبي وتبحث الأمن والسلام واستقرار ليبيا وتنظيم الدولة وما إليه، صدعتنا بحرب تنظيم الدولة بالإسلام. فرنسا هذه الأولى اللي خايفة من الإرهاب، خشت وتدافع على إرهابي آخر، كيف؟ نعم. يعني ولذلك غضب وزير الدفاع، وزال أصر أنا أنه هو غضب غبي جدا. نعم. يعني تتدخل وتقتل وتذبح وتفشخ وبعدين تغضب لمجرد أن المعلومات تسربت، ستتسرب المعلومات، يعني إن لم يسربها. طيب. لموند ستسربها قضايا أخرى ودول أخرى. نعم. ضد فرنسا وضد مصلحتنا. طيب، ينضم إلينا سيد غازي معلا عبر الأقمار الصناعية. سيد غازي معلا، نعتذر منك عن التأخير بسبب عطل فني، ولكن إذا بدأنا معك مباشرة، يعني ما هي الدوافع وراء أو الدوافع التي تقف وراء تدخل فرنسا العسكري إلى جانب حفتر في حربه على بنغازي؟ أولا مساء الخير وكل التعازي لكل أهلنا في صبراتة على إثر ما حدث أمس. الدواعي الفرنسية أعتقد هي دواعي عدة، ليس لسبب وحيد. أولا فرنسا أصبحت الآن الحليف الأساسي لحكومة السيسي في مصر، وبهذا كل الاستراتيجيات العسكرية والتوسعية وكل ما هو لا علاقة بالجيوستراتيجية فرنسا تنسق فيه تنسيقا كبيرا أولا وقبل كل شيء مع مصر، ومصر الآن في مأزق كبير. فأما أن تدعم حفتر و
تصدر مشاكلها نحو الشرق الليبي، وأما ستغرق مصر في مشاكل ليست لها نهاية. أعتقد أنه هذا أول سبب. السبب الثاني أن فرنسا تعي جيدا أن هناك صراع أممي ما بينها وبين إيطاليا وبريطانيا وأمريكا، حتى أمريكا، حول من يتزعم الدخول أو الهيمنة على ليبيا عن طريق التدخل العسكري مباشر أو غير مباشر. وأعتقد أن فرنسا غامرت وتسرعت، وكانت أعتقد أن ستكون مغامرة غير محمودة في التدخل السريع والغير مدروس في الأراضي الليبية ومساعدة الجنرال حفتر. هذا السبب الثاني. لكن نعود لماذا هذا الخوف من فضح هذا التدخل والوجود العسكري في مدينة بنغازي. أعتقد أن فرنسا تعي جيدا أن الجزائر من أكبر الدول وأول دول وأهم الدول العربية والإقليمية التي تمانع والتي ترفض رفضا شديدا وقطعيا أي تدخل أجنبي على الأراضي الليبية. وإذا ما افتضح الأمر الفرنسيين بهذه السرعة وبهذه الفظاظة، ستكون العلاقات الجزائرية الفرنسية على المحك. وأعتقد سنشهد خلال الأيام والأسابيع القادمة تحولا نوعيا في نوع العلاقات الفرنسية الجزائرية. والجميع يعلم أن لفرنسا استثمارات ومصالح اقتصادية كبيرة جدا في الجزائر، وأعتقد أن هذه المصالح ستتضرر. لذلك الوزير الدفاع الفرنسي قام بهذه الغضبة أو بهذا الانفعال الشديد، لأنه يعلم جيدا أن العواقب هذا التصريح وهذه العملية ستكون كبيرة على مصالحه، ليس إلا في الجزائر، يعني حتى في عدة دول العربية أخرى. أعتقد في تونس ستكون الغضبة شديدة من الجماهير وحتى من السلطة، كذلك أعتقد في السعودية. عديد الدول العربية ستكون ممانعة وممتاضة جدا لما يحدث داخل بنغازي من تدخل لقوات فرنسية على الأرض. هذا أكيد. نعم. طيب، يعني البعض يقول بأن هناك تحالف إقليمي فرنسي دولي تشترك فيه فرنسا، مصر، الإمارات لدعم قوات حفتر في ثورته المضادة. يعني ما حقيقة ذلك فعليا على الأرض؟ أكيد أنه هناك، الأكيد المعروف جيدا لدى الجميع ولا يحتاج إلى تفسير أو تبرير، هناك حلف واضح ما بين مصر والإمارات مع حفتر ضد الثوار في ليبيا. هذا لا خلاف الجدال عليه. لكن الدور الفرنسي الذي تلعبه من في بعض الأحيان بطريقة مباشرة وبعض الأحيان بطريقة غير مباشرة، هو اللي عليه كثير من نقاط الاستفهام. أعتقد أن فرنسا تلعب بمصالحها داخل المنطقة العربية بمراهنتها على دولتين لهم مصر والإمارات ضد جميع الشعوب العربية وخاصة شعوب المغرب العربي. أعتقد أنه الفرنسيين الآن تسرعوا في تدخلهم وفي مساندتهم للنظام السيسي ونظام الإمارات، طبعا في بعض الصفقات السريعة. وكلنا نتذكر الصفقة المشهورة التي وقعها نظام السيسي مع فرنسا في شراء الطائرات الحربية، وكانت أول طائرة الرفال تصدر إلى خارج فرنسا أي إلى مصر. أعتقد هذا ما أسال لعاب النظام الفرنسي. واليوم بالذات كان هناك لقاء مطول جدا بين وزيرة التنمية الفرنسية مع الجنرال السيسي للنقاش حول إمكانية تطوير الطاقة البديلة في مصر. وأعتقد هذا اللقاء المطول سيتبعه عقود وعقود كبيرة. وأعتقد أن الفرنسيين الآن يجرون وراء مصالح سريعة آنية، لكن على المستوى الاستراتيجي وعلى المستوى البعيد سيخسرون المنطقة برمتها. يعني برأيك أين يكمن الآن دور المجتمع الدولي وكذلك مجلس الأمن، خصوصا بأن هناك قرار صادر من مجلس الأمن بمنع تزويد أي طرف من أطراف النزاع بالسلاح؟ أكيد أن فرنسا هي الآن في مأزق. لكن لا ننسى أيضا أنه حتى بريطانيا لها وجود عسكري شرق طبرق، وهذا أكدته عديد المصادر الإعلامية والعسكرية والاستخباراتية. يعني المجتمع الدولي ودول المكونة لمجلس الأمن هي تقول شيء وتفعل شيء آخر، وهذا للأسف الشديد يعني يضر بمصالح أولا ومصداقية هذه الدول أولا، ثم يضر بمصالح الدول الإقليمية وخاصة الوضع في ليبيا، وما كل هذه الهالة حول الدور الأممي
لإجراء حوار وطني ومصالحة وطنية وحكومة وحدة وطنية. يعني هذا التناقض يعني يجعل الجميع يراجع أمره ويأخذ خطوة إلى الوراء حول ماذا يريد منه، ماذا يريد المجتمع الدولي من ليبيا. كما قال الزميل المتدخل من قبل، هل هناك فعلا نية للتسريع بالتقسيم أو بجعل المنطقة الشرقية الليبية تحت النفوذ المصري لأسباب يطول شرحها الآن أم لأسباب أخرى؟ لكن لا أعتقد أنه ضرب التنظيمات الإرهابية وخاصة تنظيم داعش كما يدعون هو السبب الرئيسي. أعتقد أن هناك أسباب جيوستراتيجية أبعد من ضرب التنظيمات الإرهابية وأبعد حتى من النفط. شكرا جزيلا لك سيد غازي معلا وكذلك السيد فتحي الفاضلي. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء. شكرا.